تبع انه بالله هيك انه هلا هيك، يعني انه كثير بحكي هدول الشغلات. هلو، واضح؟ انا نانسي زعبلاوي، انا مطربه سوريه. بحب غني كثير وما بعرف اعمل شيء غير اني غني. يا مرحنا ومشينا وفرحنا وبكينا. انا بغني من يمكن عمري 3 سنين بلشت القصة. أول حفلة وقفت فيها على ستيج وغنيت لمدة شي ساعة من الوقت، كان بعمر 7 سنين. إني قصيت شعري بتذكر نصه مثل الصبيان ونصه كري أكتر شي يعني. موت الأشخاص القراب مني. لما جبت ابني زين، لما اجى على الحياة كان أسعد يوم بالحياة، أسعد لحظات ممكن للأم تعيشها لأني صرت ماما. أنا أوقات أو كثير من الأوقات بنسى كلمات أغاني، مو بس لإلي، حتى لما بكون عم أغني شيء لحدا تاني وبستبدلهم بكلمات يعني تناسب الضرورة الشعرية. أو أوقات بكون مالي منتبه، بيجي حدا بيقول نانسي كيف حطيتي دافي بدال صافي؟ إنه هي غير كلمة. أغرب ألقابي نوانس. أكثر شيء بيحسن لي مزاجي بعد الموسيقى طبعاً هو الأكل. إنه دائماً دائماً نفس الأكلة. شو قلت؟ أو مع كورونا، يعني هن شغلتين ممكن إمتى ما طعمت إياهم انبسطت. الشخصية اللي كثير بحب التقي فيها وإن شاء الله قريباً يعني أوبرا وينفري. يا لطيف، شو بحبها هالحالة. يمكن بجرب اسمع الاشياء اللي انا ما بتنحكى قدامي، وابدا مو اشياء بتخص الناس، ابدا ما بيعني لي ابدا. حكمتي المفضلة: ان لم تكن ذئبا اكلتك الذئاب. باي باي. واضح.